وانا اتمنى والناس سامعاني اكيد في الرابطه او في الاتحاد، بعد ما تحط جدول الدوري ابدا حط خريطه عمل وخطه عمل لجدول الدوري لثلاث اربع سنين جايه. ما بقولكش اعمل جدول للاربع سنين الجايه، لا، ابدا قول السنه الجايه الانديه اللي هتهبط هتبقى خمسه، يعني السنه دي خلاص احنا 18 والسنه الجايه 18، قول بقى بنهايه الموسم اللي جاي بدل ما يكونوا 18 نادي يبقوا 16 نادي، فالانديه اللي هتطلع من الدوري الممتاز به والناس اللي هتشارك في الممتاز السنه الجايه تبقى عارفه ان السنه الجايه دوري 18 نادي هيكون اخر موسم، والسنه اللي بعدها هيبقى 16 نادي، وقول ان ال 16 نادي السنه اللي بعدها هينزل خمسه عشان يطلع ثلاثه ويبقى الدوري اللي بعدها 14 نادي. لو فضلنا بنفس الشكل اللي احنا ماشيين بيه ده الكره المصريه مش هتتقدم، هترجع سنين كتير ورا. الدوري المصري لو فضل ب 18 نادي في السنين اللي جايه بالمنظر ده هتبقى فيه مشاكل كبيره جدا على فكره. انت عندك دوري السوبر، وعندك بطوله عربيه هي بتتلعب في شهر 7، وعندك دوري ابطال افريقيا، وعندك كاس افريقيا في يناير 2024، وعندك تصفيات كاس عالم هتتلعب في نهايه 2023، وعندك كاس عالم في 2026، وعندك احداث كتيره الفتره الجايه، عندك اولمبياد باريس السنه الجايه. فافضل شيء للدوري المصري وعشان ضغط المباريات اللي احنا شايفينه الانديه المصريه اللي بيتسبب بنسبه كبيره في حاله اجهاد للعيبه وبتتاثر المنتخبات بسبب هذه النتائج او بسبب هذه الضغوط اللي موجوده في مباريات الدوري، ان العدد الانديه يقل شويه في الدوري المصري. انزل 16، انزل 14، اعمل خطه لتطوير مسابقه الدوري خلال السنين اللي جايه، ده مهم جدا عشان نطور مسابقات الدوري المصري ونطور الكره المصريه، لان بدون تخطيط وبدون استقرار في تطوير هذا او هذه المسابقه مش هيحصل اي جديد. طيب